مستمرين بأوتوفوكس مشاهدينا، عم نضوي أكثر على التأمين بشكل عام مع شركة كوميرشال انشورنس، إن كان تأمين على السيارات وعلى درجات نارية وكافة أنواع التأمين خاصة. اليوم نضوي على التوريسك أو التأمين على كافة الأخطار. وبيستنى مرة جديدة نرحب بمسيو روجيه زكار، عضو مجلس إدارة شركة كوميرشال انشورنس. كيفك جورج؟ هاي روجيه، بنسمع دائما بتوريسك بس ما بنعرف شو فيها خبايا هالتوريسك هيدي، خاصة بنكون محمسين رايحين نستلم سيارتنا الجديدة وبنمضي على الاسيرانس من دون ما نعرف شيء، خلص بهمنا نستلم السيارة، بس التوريسك فيها أمور عديدة ما بنعرفها بعد. اليوم حابين نضوي أكثر عليها معك روجيه، وخاصة إنه عبر حلقات كوميرشال انشورنس بأوتوفوكس صار في تغيير كبير السنة الماضية بقوانين رسمية، لكن قبل شو التوريسك وكيف بدنا نعرف أكثر عن هالوسيلة التأمين؟ معك حق 100%، مثل ما قلت، بس واحد بيروح بياخذ سيارة أكثر شيء بيصير عم بينبش على الفايدة وعلى وبيعرف بالفايدة على فاصلها شو عم بيصير، بيطلع بأمور ثانوية تعتبر تقريبا، بس وقتها يجي على بوليسة التأمين بعدين بيسأل، بعدين بيعرف شو بيجوا بيقولوا له عندك بوليسة تأمين جميع الأخطار، بياخذها هو باعتباره إنه كل شيء مغطى لأنه جميع الأخطار، وبيطلع كل بيطلع بعدين ببلشوا المشاكل. جميع الأخطار هي مثل السيارة، يعني واحد فيه ياخد ببلش يأمن جميع الأخطار فيها، تبلش بجزء صغير بعدين بتكبر قد ما فيك، قد ما واحد بده يكبرها، يعني بوليس التوريسك واحد فيه يأمن سرقة السيارة مثل ما فيه يأمن سرقة السيارة مع يجيب سيارة مثلها بزيت القيمة زيت السنة أو السنة الأجدد. فبشان هيك كتير مهم واحد يعرف شو مزبوط شو مخطط وشو بوليسته جميع الأخطار. هلأ مثل ما بنعرف جميع الاخطار، يعني هي واحد اذا بالمفهوم اللبناني جميع الاخطار شو ما يصير معه خلص مأمن، مزبوط، بس هون كمان لازم واحد ينتبه لانه اول شيء اكيد مغطي اذا في حوادث، بس المشكله وين بتصير؟ اذا فيها تدني او لا، تدني يعني فرانشيز في عندنا، ما هون السؤال كان بسألك اياه سبقتنا ليه، عاده في فتره التغى الفرانشيز صار 0%، اليوم رجعنا نسمع ب $100 فرانشيز، هل هالشيء فرضين وشركات تأمين على الزبون؟ هو مش فاقدين شركات التأمين، هو كل بوليس التأمين كل عقد التأمين عنده شروطاته، فهون واحد زبون لازم يعرف شو مغطى، شو عليه حقوق، شو عليه واجبات. فبشان هيك انا بقول لهم دائما للزبون لازم واحد بس ياخذ بوليس التأمين يعرف مزبوط شو عنده. اذا بيطلع سياره بديله كمان خلال فتره تكون السياره موقفه تبعه عم تتصلح، اذا عنده فرانشيز ولا لا، امور كثير لازم واحد يسأل عنها. فهي بس يصير حادث هو باعتقاده انه مأمن جميع الاخطار، بيجوا بيقولوا له في تدني على كل القطع، في تدني على القطع غيار، كمان نسبه قطع الغيار، في تفاصيل عديده، بيتفاجئ زبون وهون تطلع الصرخه. مشان هيك كثير مهم انه واحد بس يشتري بوليس التامين خصوصا جميع الاخطار على مده طويله على 3-5 سنين، يعرف على المزبوط شو مغطى، يعرف شو حقوقه، واذا بده يظبط او يعدل شيء يطلب انه بده يظبط هذا، بده يظبط هذا البند او بده يعدل هذا البند. انتم جاهزين تردوا على اي سؤال حول الموضوع؟ نحن دائما يعني كيف بيقولوا مفتوحين، ودائما عبر الموقع التواصل الاجتماعي تبع كوميرشال انشورنس مستعدين نجاوب على كل شخص، ان كان بعتنا على الوول تبعولنا او ان كان بعتنا رساله خاصه، نحن مستعدين نجي هون لنساعد ونوجه زبون ان كان مأمن معنا او مع غير شركه تامين. روجيه، مثل ما ذكرنا السنه الماضيه عبر اوتوفوكس وعبر كوميرشال انشورنس احدثتوا ثوره مهمه، كنا عم نحكي انه البنك كان يفرض على الزبون شركه تامين معينه، هالشيء قلت لي مش مزبوط، كان السنة الماضية كتار كانوا مفكرين انه هيك بتصير، وفعلا تبين بعدين بقانون من مصرف لبنان نزل بالجريدة الرسمية انه طلع معك حق، وتغيرت من ورا يمكن حلقات اوتوفوكس وكوميرشال. اكيد هو اللي كان عم بيصير، كان البنك واحد كل واحد بده يروح يشتري سيارة وبده يقسطها على البنك، كان البنك تفرض عليه هيدي شركة التأمين لسبب بسيط فينا نقوله، انه كانت مثلا توطي الفايدة من هون وتعلي فايدة التأمين، فكان زبون اول شيء محكوم انه يأمن لانه بده ياخذ الكارد مع هذه شركه التامين. هلا يلي صار وقت ضوينا انه البنك بقى له حق يفرض على زبون هذه شركه التامين، ضوينا على الموضوع وصار في العالم عنده وعي انه لا انا بحق لي الا للبنك بدي نقي هالشركه التامين او هالشركه التامين او اعمل عارف شو في بالسوق. فطلع العالم بلشت تحكي، وطلع مرسوم بشهر شباط بشهر 2 بالجريده الرسميه من مصرف لبنان عم بفرض على البنوك انه ما بقى البنوك لها حق تجبر زبون بشركة تأمين وحدة، صار زبون عنده خيارات، وهيدا لازم ندور عليه هلأ ليعرف زبون شو حقوقه، إنه عنده خيارات في يجيب عرض 2-3-4-5 من كافة شركة التأمين من دون ما يكون ملزوم بشركة معينة بيفرض عليه المصرف، وهذا شيء غلط كان مثل ما ذكرنا. روجيه، عبر كوميرشال انشورنس في جوائز دائما بتوعدونا بجوائز وعم توفوا فيها، في سحب ب 30 الشهر على الدراجة النارية الحلوة اللي معنا اليوم،
بدنا نعرف اكثر تفاصيل كيف واحد بيقدر يربح الدرجه الناريه. اول شيء نحن دائما بنحب نربح لنشكر العالم اللي عم تحضرنا ونشكر العالم اللي عم تتواصل معنا. هلا هذيك المره بالحلقه السابقه كمان ربحنا دراجه ناريه على الهواء، وهالسنه كمان عم نربح الدراجه الناريه على الهواء ب 30 من الشهر على الام تي في. نعمل لايك على واحد اللي بده يربحها هين كثير، بده يروح على صفحه التواصل الاجتماعي تبعولنا الفيسبوك كوميرشال انشورنس كو، يعمل لايك وشير على الحلقه تبعتنا، او يفوت على wheelers.me كمان بيكون موجود اللينك، يعمل لايك وشير للحلقه وبينزل اسمه مباشره بسحب القرعه. شكرا روجي على كل المعلومات، ونشوفني رح يربح دراجي. انا محرقص هيدا شوف 30 الشهر. اهم شيء حط كل الاحتياطات تبعك، الكاسك والجاكيتات. شكرا مره جديده مشاهدينا، لهون وصل لختام حلقتنا، اكيد المزيد بحلقات قادمه حول التأمين بشكل عام وكوميرشال انشورنس. سيرالكم.